السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبنات طلاب القسم الحادي عشر العلمي مرحبًا بكم في درس جديد من دروس مادة الجيولوجيا مقدمه لكم الأستاذ أسامة الشربيني مدرس مادة الجيولوجيا. سنتعرض معًا اليوم إلى الفصيلة الرباعي وهي نوع آخر من أنواع الفصائل البلورية وفي نهاية الدرس سنحاول عقد مقارنة ما بين فصيلتي الرباعي وفصيلة المكعب التي سبق وتعرضنا لها في الحلقة الماضية. نتابع معًا فصيلة الرباعي لكي نتعرف على فصيلة الرباعي هناك خصائص عامة تحكم هذه الفصيلة سنجري بعد تجارب الأداء العملي للتعرف على هذه الخصائص أولا الأدوات المستخدمة نموذج خشبي لبلورة لبلورة تنتمي لفصيلة الرباعي عبارة عن منشور رباعي الأوجه مسطرة مترية بعض المسامير الخطوات حدد المحاور البلوريه على النموذج البلوري. كما تعلمنا سابقا ان المحور البلوري الراسي الذي يمتد من الاعلى الى اسفل هو المحور C، اما المحور الممتد من اليمين الى اليسار هو المحور B، اما المحور الممتد من الامام للخلف هو المحور A. اذا كما هو موضح في هذا الشكل اماكن المحاور البلوريه الثلاثه الان. إذن كم محور بلوري عندي؟ في ثلاث محاور بلورية لهذه الفصيلة وهي إيه و B و يمكن أن تتعرف على عدد المحاور بأسلوب سهل عندك يمكن أنك تعد الأوجه الأوجه البلورية في عندي أربع أوجه بلورية جانبية هذه الأوجه يمتد منها محور من وجه إلى وجه مقابل إذا في محورين أفقيين كمان في وجه علوي ووجه سفلي ده هيربط ما بين المحور الثالث إذا كم محور عندي ثلاث محاور بلورية فقط اذا اول خصائص هذه الفصيله تحتوي على ثلاث محاور بلوريه ولكن يا ترى ما هي اطوال هذه المحاور هل هي متساويه كما كان الحال في فصيله المكعب ام لا اولا نقدر نقول قس هذه الاطوال للمحاور الثلاثه ثم سجل النتائج في الجدول التالي المحور إيه؟ بنمسك المسطره معانا المحور ايه موجود فين احنا اتفقنا المحور ايه من الامام للخلف بهذا الشكل اذا مسطرتك كمان هتكون من الامام للخلف بهذا الشكل شوف معايا كام كام سنت طالع ستة سنت طيب المحور البلوري بيه لو متجه من اليمين الى اليسار بهذا الشكل طوله كام نشوف مع بعض ايضا ستة سنتي اذا ايه وبي كلاهما متساويان 6 سنتيمتر. أما المحور سي وهو المحور الرأسي نحاول نقيسه مع بعض بهذا الشكل. لاحظوا معايا. طوله 10 سنتيمتر. إذا المحور سي الآن مختلف. إذا الآن هناك اختلاف ما بين فصيلة الرباعي وفصيلة المكعب. إذا طول المحور ايه 6 سنتيمتر والمحور B 6 سنتيمتر أما المحور سي 10 سنتيمتر. إذن ما العلاقه التي تربط بين المحاور البلوريه الثلاثه اذا A تساوي B لكنها لا تساوي C إذن ده اول وجه اختلاف ما بين فصيله الرباعي وفصيله المكعب ولكن في وجه شبه مر علينا ان كلاهما يحتوي على ثلاث محاور بلوريه باقي عنده عنصر ما اتكلمناش عليه وهو قيم الزوايا المحوريه العنصر الثالث اللي هي الزوايا المحورية طبعا أيضا هتلاحظوا عندي أن المحور سي رأسي والمحور بي أفقي من اليمين لليسار والمحور A من الأمام للخلف مرتبين بهذا الشكل أيضا نفس الطريقة بالظبط كما كان في فصيلة المكعب بهذا الشكل هتلاحظوا أن الثلاث محاور موجودة بشكل متعامد جميعها مع بعض إذاً ألفا تساوي بي تساوي جاما تساوي 90 درجة. وأيضاً ده يعتبر وجه شبه ما بين الفصيلتين الرباعي والمكعب. إذا ما هي الخصائص العامة لفصيلة الرباعي؟ مهما اختلفت أشكال هذه الفصيلة هي خصائص عامة تحكمها جميعاً. عدد المحاور البلورية ثلاثة كما كان الحال في المكعب. إي تساوي بي لا تساوي سي ولكنها في المكعب كانت إي بتساوي ب بتساوي سي. ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجة كما كان الحال أيضا في المكعب إذا هناك وجهين شبه من حيث أعداد المحاور وقيم الزوايا ولكن وجه الاختلاف كان في أطوال المحاور بين الفصلتين كده الآن توصلنا إلى الخصائص العامة اللي فصيلة الرباعي نبدأ بقى نحاول نرسم العلاقة بين هذه المحاور والزوايا وأعدادهم وضح بالرسم العلاقة ما بين المحاور البلورية والزوايا المحورية لفصيلة الرباعي هنا المحور C، المحور B، هتلاحظوا معايا في الرسم إن في اختلاف في الطول، بينما في المكعب كنت راسم التلات محاور متساوية تمامًا. طيب المحور C المحور إيه؟ بتلاحظوا إيه من الشكل الآن؟ أي واحد يحاول يدقق النظر في هذا الشكل سيلاحظ تساوي المحورين A وB واختلاف المحور C، يبقى كي إحنا طبقنا شرط اللي هو الشرط اللي هو A بتساوي B لا تساوي C كمان عدد المحاور كام 3 اللي هم A و وC قيم الزوايا احنا اتفقنا انها جميعا 90 درجه اذا الزاويه المحصوره بين A وB وهي الزاويه جاما بتساوي 90 اه والزاويه المحصوره بين B وC وهي الزاويه الفا بتساوي الزاويه الفا بتساوي 90 اما الزاويه المحصوره بين C وA وهي الزاويه بيتا ايضا بتساوي 90 درجه وبهذا الشكل الان أصبحت الثلاث خصائص العامة لفصيلة الرباعي واضحة تماما في هذا الرسم. نبدأ الآن بقى نحاول مع بعض نبني قانون التماثل لفصيلة الرباعي كما كان الحال في فصيلة المكعب سابقا وبنفس الطريقة تقريبا. هذا الشكل شكل آخر وهو شكل الهرم المزدوج الرباعي الثنائي. هذا الشكل. كيف أتت تسمية هذا الشكل؟ هرم مزدوج هرم مزدوج يعني في هرم في الاعلى وهرم في الاسفل رباعي ثنائي جاي منين ان انا عندي في تمن اوجه كلها شكل المثلث تمام تمن اوجه هنعامل كل وجهين مع بعض كوحده واحده وبالتالي يبقى 2 ضرب كام ضرب أربعة هيبقوا كام 8 إذن هنا اصبح ايه هرم مزدوج رباعي ثنائي يعني كل وحده فيها اتنين وجهين اتنين هرم رباعي مزدوج او هرم مزدوج رباعي ثنائي هذا الشكل بيعتبر هو الشكل كامل التماثل لفصيلة الرباعي والمعبر عن نظام معدن معدن الزركون. ما نوع محور التماثل المنطبق على المحور البلوري A؟ ده المحور البلوري A تمام؟ هنلاحظ إن هذا المحور ممتد من زاوية إلى زاوية بهذا الشكل. نحاول كده نمسكه مع بعض من زاويه لزاويه اهو لاحظوا معايا لاحظوا الجزء المظلل هيتكرر كم مره عند اداره البلوره بنفس الشكل تماما هل هو هذا الشكل بالطبع لا نكمل الدوران كده واحد نفس الشكل تماما يبقى واحد هل هو هذا الشكل ايضا لا نكمل ظهر معايا للمره الثانيه اذا محور التماثل ده من النوع الثنائي لان البلوره كررت وضعها كم مره مرتين اي كل 180 درجه اذا هذا المحور من النوع الثنائي هل ينطبق على مستوى تماثل هذا المحور احنا اتفقنا الايه المحور بهذا الشكل تمام ونبدا ندور البلوره طيب هل ينطبق على مستوى تماثل نعم هو مستوى التماثل الايه الرأس في عندي كم مستوى تماثل في هذه الحاله انا عندي كم حرف موجود عندي ثمان احرف اذا في عندي كم مستوى بهذا الشكل عندي اربع مستويات بهذا الشكل نقدر نكملها بهذا الشكل بتيجي من حرف الى حرف ايه مقابل جميعها من النوع الايه الثنائي المستويات تماثل ويمر بها محاور تماثل ثنائي ما نوع محور التماثل المنطبق على المحور بي أيضا بنفس الطريقة من زاوية لزاوية أيضا نفس الشيء من النوع الثنائي كمان في محورين آخرين لا ينطبقان على المحورين إي وبي وهما محورين يتوسطان المسافة بينهما والمشار إليهم باللون الأزرق أيضا هذه المحاور تمتد من زاوية مجسمة إلى زاوية مجسمة أيضا وتسمى محاور تماثل أيضا ثنائية إذا أصبح كم محور تماثل ثنائي الآن في الشكل؟ أربع محاور تماثل ثنائية أفقية تمتد من زاوية مجسمة إلى زاوية مجسمة أخرى وجميعهم يتعامد على مستويات تماثل إذا الخلاصة يوجد أربع محاور تماثل ثنائية أفقية تتعامد على أربع مستويات تماثل كيف تكتب هذه الصيغة احنا قلنا أربع, أربع محاور ثنائية إذن هتكون بهذا الشكل أربعة ثنائي تتعامد على أربع مستويات يبقى هنا تتعامد على م، م هنا يبقى الأربعة تعود على المحاور الثنائية الأربعة وكمان تعود على الأربع مستويات. إذا استخلصنا الآن جزء أهم جدا في قانون التماثل وجود أربع محاور تماثل ثنائية تتعامد على أربع مستويات. نكمل معا. ما نوع محور التماثل المنطبق على المحور البلوري سي؟ لاحظوا معايا ده المحور البلوري سي لاحظوا معايا الجزء الايه المظلل الغامق هيتكرر كم مره وخلوا بالكم احنا اتفقنا كل وجهين متجاورين هيعاملوا معامله وحده واحده واحد اتنين تلاته اربعه إذا البلورة كررت وضعها كم مرة؟ أربع مرات أي كل 90 درجة وفي هذه الحالة يعتبر محور تماثل رباعي. هل يتعامد هذا المحور على مستوى تماثل؟ لاحظوا معايا كده. ده المحور الرباعي بالفعل يتعامد على مستوى تماثل اللي هو مين؟ اللي جاي أفقي اللي هو بيقسم البلورة إلى هرمين علوي وسفلي بهذا الشكل. إذا نعم يتعامد على مستوى تماثل. إذن يوجد الآن لدينا محور تماثل رباعي واحد فقط وينطبق على المحور البلوري ويتعامد على مستوى تماثل أفقي كيف تكتب هذه الصيغة واحد رباعي يتعامد على مستوى تماثل واحد إذا الآن لدينا كم محور تماثل لدينا خمس محاور تماثل الآن أربع محاور تماثل أفقية ثنائية ومحور تماثل واحد رباعي ولكنه بوضع راسي ينطبق تماما على المحور البلوري سي هل تحتوي البلوره على مركز تماثل بالفعل تحتوي له هذه النقطه اللي هي نقطه التقاء جميع المحاور معا هي مركز البلوره اذا الان اصبح لدينا الان كل شيء كامل او جميع خصائص الخصائص خصائص التماثل البلوري لهذه الفاصله واضحه تماما الان نقدر ان احنا ننسقها معا في قانون اكتب قانون التماثل لنظام الهرم المزدوج الرباعي الثنائي لفصيله الرباعي. اولا عندي اربع محاور تماثل ثنائيه وفي عندي محور تماثل رباعي هنبدا الاول بالرباعي محور تماثل رباعي يتعامد على مستوى تماثل. وهذا المحور منطبق على المحور سي. نترك فراغ أربع محاور تماثل ثنائية مكانهم فين؟ اتنين منهم ينطبقان على المحورين و وبي، واتنين الآخرين يو, يو توجد في المسافة الفاصلة أو المحصورة ما بين ايه وبي، وجميعهم يتعامدان على اي اي مستويات تماثل. نترك فراغ أيضاً، هل بها مركز تماثل؟ قلنا نعم، إذا هنكتب هنا نون أصبح الآن أمامي القانون قانون التماثل الافصيت الرباعي كامل تماما، لو حاولت ان انا نقرا مع بعض ما هي عناصر التماثل لهذه الفصيله من خلال القانون مباشره، هنجد عندي في خمس محاور تماثل واحد رباعي واربعه ثنائي، كمان في خمس مستويات تماثل واحد فيها متعامد على المحور الرباعي واربعه منهم متعامدين على المحاور الثنائيه بالاضافه الى مركز تماثل. اذن المجموع الان اصبح عندي خمس مستويات او خمس محاور تماثل وخمس مستويات يبقى كده كام عشرة وعندي مركز تماثل يبقى كده عندي 11 عنصر تماثل مختلف في هذه الفصيله لو جينا نقارن بقى بفصيله المكعب السابقه هنجد فيها 23 عنصر مش 11 عنصر في عندنا ست محاور تماثل ثنائيه واربعه ثلاثيه وثلاثه رباعيه يبقى اصبح دلوقتي 13 محور تماثل وكان عندي كمان ست مستويات تنتو... تتعامد على المحاور الثنائية وكمان عندي كان فيه أربع مستويات تتعامد كان عندي ثلاثة رباعي مستويات تتعامد على المحاور الرباعية تمام يبقى كده عندي كام؟ ثلاثة وعندنا ستة يبقى تسعة تسعة و13 يبقى 22 بالإضافة إلى العنصر اللي هو 23 اللي هو مركز التماثل. إذا بنلاحظ أن فصيلة المكعب بها أكبر عدد من عناصر التماثل حتى الآن ولذلك هي من أكبر الفصائل التي يوجد بها نوع من التماسل البلوري نظرا لإيه؟ لكتر عدد عناصر التماثل الموجودة بها وبهذا نقدر أن احنا نصل مع بعض إلى مفهوم كامل لقانون التماثل لهذه الفصيلة وكمان لفصيلة المكعب ونقدر نعقد مقارنة ما بين الاثنين أولا في فصيلة المكعب زي ما قلنا يوجد 23 عنصر تماثل وتعرضنا لهم وهنا في 11 عنصر تماثل مختلف ونقدر نشوف اوجه الشبه والاختلاف في الخصائص العامه ان كلاهما يوجد به ثلاث محاور بلوريه كلاهما يحتوي على زوايا الفا وبيتا وجاما جميعهم قائمه ولكن كان وجه الاختلاف بين الفصلتين في في اطوال المحاور في حاله المكعب ايه بتساوي بي بتساوي سي بينما في حاله الرباعي ايه بتساوي بي لكنها لا تساوي سي سنتعرض الان الى شريحه اخرى لعقد مقارنه كامله ما بين فصيلتي الثلاثي والسداسي من خلال هذه الاشكال طبعا هذا الشكل عباره عن الهرم المزدوج الرباعي الثنائي الخاص بفصيله الرباعي اما هذا الشكل وهو المكعب البسيط اولا نحاول نشوف اوجه الشبه والاختلاف ما بين الاثنين هنبدا الاول بالخصائص العامه عشان تكون افكارنا مرتبه وبعدين نبدا نتطرق الى قانون التماثل اولا من حيث الخصائص العامه في فصيلة المكعب يوجد ثلاث محاور بلورية A و B و C ونفس الشيء في فصيلة الرباعي ثلاث محاور بلورية A و B و C الزوايا المحورية في كلاهما ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجة ولكن وجه الاختلاف ينحصر في أطوال المحاور. في فصيلة المكعب الـ a بتساوي الـ b بتساوي c، بينما في فصيلة الرباعي a بتساوي b ولكنها لا تساوي c. إذن الآن هناك وجهان من الشبه ووجه اختلاف وحيد من حيث الخصائص العامة. أما لقانون التماسك. في حاله المكعب يوجد 23 عنصر تماثل مختلف كما ذكرنا بينما في فصيله الرباعي عندي 11 عنصر تماثل فقط نبدا نحاول نحصرهم مع بعض اولا في حاله المكعب يوجد عندي ست محاور تماثل ثنائيه بينما في فصيله الرباعي فقط اربع محاور تماثل ثنائيه في فصيلة المكعب يوجد ثلاث محاور تماثل رباعية بينما في فصيلة الرباعي يوجد محور تماثل رباعي وحيد، في فصيلة المكعب يوجد ثلاث محاور أربع محاور تماثل ثلاثية بينما في فصيلة الرباعي لا توجد مطلقا أي محاور تماثل ثلاثية ده من حيث محاور التماثل اللي موجودة ما بينهم. اما المستويات عندي في فصيله المكعب في عندي تسع مستويات تماثل مختلفه بينما في فصيله الرباعي فقط يوجد خمس مستويات تماثل اما بالنسبه للعنصر الاخير من عناصر التماثل وهو مركز التماثل كلاهما يحتوي على مركز تماثل اصبح الان الامور واضحه تماما في الفروق ما بين فصيلتي الرباعي والمكعب من حيث اوجه الشبه والاختلاف وارجو ان تكون المفهوم وصلكم تماما وفي نهايه لقائنا اوجه لكم الشكر على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته